جديد الآن استعراض لأداء أسواق المال الإماراتية في بداية الجلسة الصباحية لهذا اليوم. مؤشر سوق أبوظبي على ارتفاع ويقترب من حاجز 9000 نقطة. التداولات في سوق العاصمة أبوظبي كانت عند قرابة أو تقترب الآن من 97 مليون سهم بقيمة تتجاوز 550 مليون درهم. بالنسبة للأكثر ارتفاعا في سوق أبوظبي، بنك أم القيوين الوطني ارتفاع بأكثر من 5.5%، بريسايت أيضا ارتفاع بأكثر من 5%، بالمز الرياضية ارتفاع ب 4.14%، انفكتوس للاستثمار وبيانات على ارتفاع بأكثر من 2%. الأكثر تداولا بالقيمة في سوق العاصمة أبوظبي العالمية القابضة ITC لا يزال يتصدر هذه القائمة، وأكثر من أو يقترب من 265 مليون درهم حتى هذه الأثناء. بنك أبوظبي التجاري تداول أكثر من 35 مليون درهم، بيور هيلث تداول أكثر من 30 مليون، وبريسايت تداول 23 مليون درهم. بالنسبة لسوق دبي في هذه الجلسة الصباحية مقترب من الارتفاع ب 1%، والمؤشر عند 4011 نقطة. تداولات في سوق دبي اقتربت من 29 مليون سهم بقيمة تجاوزت 111 مليون درهم حتى هذه الأثناء. بالنسبة للأكثر ارتفاعا في سوق دبي، تكافل الإمارات في هذه الأثناء ارتفاع بقرابة 7%، دبي التجاري ارتفاع بأكثر من 5%، دبي الإسلامية للتأمين ارتفاع قارب 3%، وإعمار للتطوير مرتفع بأكثر من 2%. دريكان سكالي تصدر قائمة الأكثر تداولا بالقيمة في سوق دبي ومقترب من الارتفاع أو تداول قرابة 35 مليون درهم في هذه الأثناء. إعمار العقارية أيضا تداول أكثر من 21 مليون درهم. الإمارات دبي الوطني تداول 15 مليون و800 ألف درهم حتى هذه اللحظة.